الله عليك يا ابن خالتي يا رومانسي يا قمر. يارا؟ يارا. ايه اتخضيت كده ليه؟ هو انا خد قوي كده؟ هو في ايه؟ في ضيوف، في ضيوف مهمين وعايزين يسلموا عليك. تعال قابلهم. ضيعتنا الله يخرب بيتك. طب خدت مني المحامي امسح اللي عليها، الله يحرقك بجاز بدل ما يسمعوا لي الخلق. اديك سلمتنا يا فالح. بس برافو برافو بجد، ملعوبه. انت عارفني انا طول عمري حقانيه وبشجع اللعبه الحلوه، وانت لعبتها بمعلمه. شاطر شاطر قوي يا ابن خالتي يا اخويا يا صاحبي يلي كنت اقرب واحد ليا. مش عايز تحط عينك في عيني ليه يا طارق؟ مش عايز تحط عينك في عيني ليه؟ ما تحط عينك في عيني. ما كنتش متخيل ابدا ان حد فينا ممكن يقفشك في يوم من الايام مثلا. كنت فاكر ان احنا كلنا كده هنفضل متقرطصين. ما عملتش حساب اللحظه دي، ما عملتش حساب وقفتك الزباله قدامنا كلنا واللي انت عملته فيا. ياه عمري في حياتي ما كنت اتخيل انك زباله قوي كده. لا لا ثانيه واحده بس يا هدى، هدى خلينا نحترم الزباله شويه لان الزباله انضف بكتير قوي. جرى ايه؟ انتوا هتقعدوا انتوا الاتنين تقسموا وتردوا على بعض ولا ايه؟ ثانيه واحده هدى، لا ده بيعلي صوته وبيتنرفز وبيزعق لنا كمان. بجح قوي. هو انت ليك عين تنطق؟ وما انطقش ليه؟ هو انا عملت ايه؟ وانتوا جايين تحاسبوني؟ ما تحاسبوا نفسكم انتوا الاول. نحاسب نفسنا على ايه؟ على انك طول عمرك عايشه في اللالا لاند، ولا عمرك تعبتي ولا شقيتي ولا فكرتي الفلوس دي بتيجي ازاي ولا منين. اي حاجه كنت بتتمنيها كانت بتحصل. لو كان نفسك في لبن العصفور كان بيجيلك. لا عمرك اتذليتي ولا القريب ولا الغريب عشان تعيشي، بس عشان تعيشي. انت حتى يوم لما اتجوزتي خرجتي من قصر وطلعتي على قصر. انت مجنون؟ انت مش طبيعي صح؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ كل ده جواك يا خالد؟ وبعدين انت اهبل؟ انت بتحاسبني انا على قدرك انت؟ انا مالي؟ ابوك مات ولا اتيتمت ولا اتبهدلت ولا اتنيلت على عينك؟ انا مالي؟ وذنبي ايه انا كمان؟ ليه ابويا ما طلعش زي ابوكي؟ ولا زي ابوكي انت كمان؟ اليوم لما يموت يزيلك اسهم في البورصه وبضربه حظ تبقى ملايين. ياه انت حقود قوي. هو انا ازاي ما كنتش شايفاك صح؟ ده انت مريض. بلاش انت، ده انا لما اتجوزت اتجبرت بخاطرك. يا عره يا معفن، ده انت صفر كبير، ده انت عره وما تساويش تعريفه في سوق الرجاله. ده انا يوم ما عرفتك لبستك ونضفتك وخليتك بني ادم قدام الناس. ده انت حفيد، بص الايدين والرجلين، لاحظت التراب اللي بمشي عليه عشان اقبل بيك. في الاخر بتقول لي انك جبرت بخاطري؟ لا والله، ده انا اللي جبرت بخاطرك يوم ما رضيت بيك، في الاخر سرقتني ونصبت عليا. لا لا لا، انا لا سرقت ولا نصبت. انا خدت حقي، اديتك شبابي وانت اديتيني فلوسك، وده كان عقد ما بيننا. صحيح ما اتكلمناش فيه بس كان عقد. يبقى احنا كده خالصين.
وبيتهيألي القانون لا يحمي المغفلين. طب يا مغفل ما تنساش بقى تبقى تقول الكلمتين دول في النيابة. ها نيابة؟ والله انت قلبك ابيض قوي يا رب. هو انت فاكره ان انا هتحبس عشان شويه مكالمات متسجله من غير اذن نيابه؟ وبعدين ده مش صوتي ولا صوت الدغف ده. معلش يا ابو الشوق، ده ابلكيشن، برنامج بيغير اصوات الناس وحد اللي مركب الكلام. الله عليك يا استاذنا. تلاش يا شوقي، وحتى يعني لو اتحبست ايه، سنتين ثلاثه بس هخرج معايا فلوس. هتتحبس وهجيب الفلوس بيقابليني.